اما على الجانب الاخر طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي الاولمبي اتكلم عن ضياع حلم التاهل لنهائي الاولمبياد، وقال ان اللاعبون كانوا يعني بيحلموا لعب المباراه النهائيه، لكن الاخطاء اللي ارتكبها كلفت اسود الاطلس الخساره امام اسبانيا في نصف النهائي نتيجه 2-1. واضاف السكتيوي ان المباراه المقبله هتكون قويه امام منتخب المصري، وهيكون الفريقين او المنتخبين يعني الاولمبيين عندهم طموح الفوز. خلوني برضو اقول لحضراتكم الاتحاد المغربي وحسب تقرير صحفيه مغربيه وعد بتقديم مكافاه كبيره تقدر $30,000 لكل لاعب في حاله الفوز على المنتخب المصري الاولمبي.